النائب إبراهيم كنعان وصف لقاء بكركي بالإيجابي وأكد أن اقتراح اللقاء الأرثوذكسي أخذ طريقه إلى الإقرار في الهيئة العامة. أنا بدي أقوله بموضوع الأرثوذكسي، هذا القانون هو الذي يؤمن المناصفة الفعلية من دون ما نلف وندور. في 6 كتل من 8 أخذوا قرار باللجنة الفرعية، وفي محضر رح ينختم التنين ورح يحال إلى اللجان المشتركة والهيئة العامة. فإذا دستوريا ومجلسيا وقانونيا مشروع اللقاء الأرثوذكسي أخذ طريقه إلى الإقرار في الهيئة العامة. نتمنى على الكتل الثاني تأخذ بعين الاعتبار التمثيل المسيحي، نتمنى على تيار المستقبل ولو لمرة واحدة والحزب الاشتراكي أنه يكونوا إيجابيين بتأمين الشراكة الفعلية بمجلس النواب، بدل ما نقعد نتلطى ورا بيانات ورا تأويل ورا كلام بالآخر بتركي قالت رأيها هي مع المناصفة الفعلية ومع القانون الذي يؤمن هذه المناصفة الفعلية.